الذي نحسبه عند الله جديد ولم يزكي على الله احدا. وانا حينما سمعت ان هذا الوالد قد دفع ابنيه الى الجيش الوطني الشعبي فاردت ان اعزيه على اساس انه مثال يقتدى به، اعزيه كما عزى اعرابي ابن عباس. قال ابن عباس ان توفي العباس رضي الله تعالى عنهما جاءته المعزين لما دخل عليه ذلك الاعرابي فقال له اصبر نكن بك صابرين فانما صبر الرعيه عند صبر الراس. اصبر نكن بك صابرين فانما صبر الرعيه عند صبر الراس. الله خير، الله خير للعباس او صبرك. اصبر نكن بك صابرين فانما صبر الرعيه عند صبر الراس خير من العباس صبرك بعده، والله خير منك للعباس. لقد اشتاق الله لهذا الشهيد الى رؤيته. فلا تكن ايها الاب او ايها الاخ احن الى المولى تبارك وتعالى عليه. واحببت ان اكرم هذا الرجل الطيب